أكبر تحديث قادم لنوت 8 واستعد للثورة التقنية القادمة. أهلا بك في نشراتك. الفرصة للفوز بهواوي بي 10 لا زالت مستمرة. شارك فيديو فتح الصندوق على حساباتك مع هاشتاج بي 10 من رقمي. جالكسي نوت 8 من أكثر الهواتف المنتظرة هذا العام. اليوم نتحدث عن أول تسريب وتوقعات الهاتف القادم من سامسونج. بالتأكيد سمعتم عن المحلل التقني مينغ تشي كو في شركة كي جي آي سيكوريتيز، والمعروف بتحليلاته وتسريباته الموثوقة فيما يتعلق بشركة أبل. لكن تشي كو هذه المرة اقتحم عالم سامسونج بقوله إن هاتف جالاكسي نوت 8 سيحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة أكثر تطوراً من كاميرتي آيفون 7 بلس، ووصف هذه الميزة القادمة بأنها ستكون التحديث الأكثر والأقوى في الهاتف، وتحتوي على ميزة التقريب البصري Optical Zoom 3X، أي التقريب 3 أضعاف دون انخفاض جودة الصورة، بينما التقريب البصري في آيفون 7 بلس يصل إلى 2X. وتوقع المحلل تشيكو أن الكاميرا الأولى ستأتي بدقة 13 ميجا بكسل بميزة التقريب، والثانية بعدسة واسعة بدقة 12 ميجا بكسل مع ميزة المثبت البصري في كلا العدستين. لكن عمل سامسونج على هاتف بكاميرا مزدوجة لم يعد سرا بعدما أبلغت الشركة موقع ذا فيرج أنها اختبرت عدستين في نسخة نموذجية من هاتف جالاكسي S8 بلس، لكنها لم تمضي بهذه الفكرة لعدم اقتناعها حتى اللحظة بعدم وجود قيمة حقيقية لها، إلا أنها لم تغلق الباب وتعمل على إدراج عدستين في هاتف نوت 8 بشكل يحقق فائدة أكبر. من جهة أخرى يتوقع المحلل أن يحمل الهاتف شاشة بنفس أبعاد S8 Plus لكن بمقاس 6.4 إنش وبنفس الدقة 1440x2960 بكسل، وهي أعلى من كواد HD، مع تسريبات أخرى بأن الدقة ستصل إلى 4K لدعم أفضل لعالم الواقع الافتراضي. أما المعالج فسيأتي مثل S8 سناب دراجون 835 ونسخة أخرى Exynos 8895. ولا تظهر للهاتف حتى اللحظة تسريبات أو صور حول التصميم، وهي المسألة الأكثر تحديا أمام سامسونج لتجعل النوت مستقلا بذاته ولا يدخل في عباءة سلسلة جالاكسي S. هل فعلا الكاميرا المزدوجة قيمتها محدودة في الهواتف؟ منصة التواصل الاجتماعي الأضخم في العالم فيسبوك قدمت رؤيتها المستقبلية في مؤتمرها للمطورين. الكتابة من خلال العقل، السماع من خلال الجلد، والاجتماع بأصدقائك افتراضياً، والمزيد في هذا التقرير. حاولت شركة فيسبوك في مؤتمرها للمطورين هذا العام القفز خطوة للأمام كي تصبح منصة إنتاجية وليست مجرد تواصل اجتماعي، وأعلنت عن رؤيتها المستقبلية بالإضافة لعدد من المنتجات. أولاً، قراءة الكمبيوتر للأفكار. في الفيلم الشهير What the Woman Want كان ميل جيبسون يقرأ أفكار النساء، فيبدو أن رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ ومجلس إدارته أعجبتهم الفكرة، وأعلنوا أنهم يعملون على تطوير مشروع جديد يسمح للإنسان بالتحكم في أجهزة الكمبيوتر مباشرة بواسطة الدماغ، وذلك من خلال برنامج تحكم يدعى الكلمات الصامتة. فمثلاً يستطيع البرنامج قراءة أفكار المستخدم وكتابة رسالة بسرعة تصل إلى 100 كلمة في الدقيقة وبسرعة 5 أضعاف مقارنة بما تستطيع كتابته على هاتفك، ولا تتوفر تفاصيل حول آلية العمل من ناحية تقنية، لكنه سيتطلب توفير تقنيات جديدة يمكنها اكتشاف الموجات الصادرة عن الدماغ دون الحاجة إلى تدخل جراحي. لكن هذا المشروع يطرح تساؤلات مشروعة حول خطورة المشروع واقتحامه لعقول الناس. فاستبقت الأمر ريغانا دوغان رئيسة معمل أبحاث مكونات الكمبيوتر التابع لفيسبوك لتقول إن المشروع لا يهدف لقراءة كل الأفكار التي تخطر ببال المستخدم، وأن فيسبوك لا تسعى لفك شفرة أفكار المستخدم والاطلاع عليها، بل توفير تكنولوجيا تسمح لهم مشاركة ما يريدونه من أفكار فقط، ونحن هنا نتحدث فقط عن ترجمة وكتابة الكلمات، والكلام لدوغان بالطبع. ثانيا، الاستماع عبر الجلد. يعمل فريق من المطورين والأخصائيين في فيسبوك على تطوير وتصميم أجهزة وبرمجيات لطريقة للتخاطب والاستماع بين الأشخاص عن طريق الجلد، حيث ستعمل على استقبال اهتزازات الأصوات ونقلها عن طريق الجلد إلى الدماغ لتفسيرها إلى كلمات دون الحاجة إلى نقل هذه الاهتزازات عن طريق الأذن.
ثالثا الواقع المعزز. أعلنت فيسبوك عن منصة لتأثيرات الكاميرا ودعم الواقع المعزز وإضافة تأثيرات وفلاتر ثلاثية الأبعاد على الصور والفيديو، وتشمل المنصة أداتين هما استوديو الواقع المعزز واستوديو إطارات الصور مع خيارات كثيرة مثل المؤثرات والإطارات والأقنعة والرسوم المتحركة. رابعا تطبيق فيس سبيسز. قال مارك خلال المؤتمر إن الواقع الافتراضي سوف يستحوذ على مستقبل التفاعل الاجتماعي، وأعلن إطلاق النسخة التجريبية من تطبيق سبيسز لقضاء وقتك مع أصدقائك بصورة افتراضية عبر نظارات الواقع الافتراضي التابعة لها أوكولوس ريفت، ويقوم المستخدم بإنشاء صورته والاجتماع مع أصدقائه أو عائلته افتراضيا. فمثلا تسافر مع صديقك افتراضيا إلى كارديف لمشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا وأنت في منزلك بالجزائر أو جدة. خامسا مميزات جديدة للمسنجر، وتشمل إدخالا مبدئيا للمساعد الصوتي M للمساعدة في التواصل مع المطاعم والشركات، وميزة الدردشة الجماعية مع الجهات الخارجية ومشاركتها مع الأصدقاء. سادسا كاميرا سراوند 360، كشفت عن الجيل الثاني من هذه الكاميرا وموجهة لصناع الأفلام والمحتوى، وجاءت بنسختين، الأولى ب 24 عدسة بينما الثانية بست عدسات، وتلتقط الكاميرتان فيديو بزاوية 360 درجة لعالم الواقع الافتراضي، ولم تتحدث عن السعر لكن سوف تفوق مبلغ 30,000 دولار. سابعا انستغرام بدون انترنت. بدأ تدريجيا تزويد التطبيق بخاصية العمل بدون انترنت على نسخة الأندرويد، حيث سوف يسمح لهم نشر الصور وكتابة التعليقات والإعجاب ومتابعة الحسابات، ويبدأ التطبيق بتنفيذ ما قمت به بمجرد اتصالك بالإنترنت. وعلى هامش المؤتمر كان لفيسبوك رسائل مهمة. قال مارك إنه فخور بأن خدمات فيسبوك متاحة لجميع المستخدمين الأغنياء والفقراء على عكس الخدمات الأخرى، هو الكلام هنا لسناب شات. تعهد مارك بالعمل على منع تكرار بث جرائم قتل بعدما حدث في أوهايو. اعترفت فيسبوك أن مستقبل الواقع المعزز أفضل وأشمل من الافتراضي لأنها تسمح بتفاعل اجتماعي أكبر. توقعت فيسبوك أن نظارات الواقع الافتراضي ستبدأ أخذ مكان الهواتف الذكية بحلول عام 2022 وتصبح مشابهة للنظارات التقليدية. سؤال الأسبوع كان لمتابعينا حول قدرة هاتف نوكيا القادم بمواصفات قوية حسب التسريبات، فهل ينافس بقوة في السوق؟ انقسمت آراء متابعي رقمي حول مدى قدرة هاتف نوكيا القادم بمواصفات قوية حسب التسريبات على المنافسة في السوق. الرأي الأول بنسبة 51% يرون أن نوكيا شركة كبيرة وله عشاقها، وإن صدقت التسريبات فسوف يجد الهاتف مكانا له في السوق. وأكد أصحاب هذا الرأي أنه في حالة عرض الهاتف بسعر مقبول فسيلعب دورا محوريا في انتشاره ونجاحه بالأسواق العالمية. الرأي الثاني بنسبة 49% لم يتوقع أن تنافس نوكيا بهاتفها المقبل بسبب وجود عملاقي الهواتف الذكية سامسونج وأبل، بالإضافة إلى شركات أخرى منافسة كأواوي وإلجي، وقالوا إن نوكيا بحاجة إلى المزيد من الوقت والجهد لكي تسترجع جزءا من بريقها. الفائزون الخمسة بمسابقة أجمل صور لهذا الأسبوع. والآن هيا لأهم أخبار الأسبوع. شركة مستر كارد تختبر بطاقة دفع مزودة بمستشعر بصمة لزيادة الحماية. شركة إيرو موبيل تكشف عن أحدث نسخة من سيارتها التي تتحول لطائرة خلال 3 دقائق، وبدأ الطلب المسبق للمركبة وتتوفر للبيع في عام 2020 والسعر يصل إلى 1.5 مليون دولار. ولأول مرة في التاريخ الألعاب الأولمبية الآسيوية في الصين عام 2022 سوف تحتوي على ميدالية لبطولة ألعاب الفيديو الإلكترونية. تسريب صورة جديدة للآيفون الثالث هذا العام، ويؤكد ما جاء في حلقة نشرتك السابقة بأن البصمة في ظهر الهاتف، ما يعني إلغاء الزر الرئيسي والشاشة أكبر. شاهد حلقة نشرتك السابقة للمزيد من التفاصيل. تحديث جديد قادم لتطبيق سناب شات بإضافة فلاتر ومؤثرات واقع معزز وتستخدم بالكاميرا الخلفية فقط. فريق ايفيكس 8 يؤكد أن تصليح هاتفي جالكسي S8 و S8 بلس صعب جدا وحصل على درجة 4/10.
أعلن رسمياً عن هاتف شاومي مي 6 مع شاشة 5.15 إنش ورام 6 جيجا بايت ومعالج سناب دراجون 835، كاميرا مزدوجة وبطارية 3550 ملي أمبير بسعة $360. تحديث ضخم على جوجل إيرث أهمها إمكانية تشغيل التطبيق من المتصفح مباشرة وبدون تنزيله على الكمبيوتر، وخرائط ثلاثية الأبعاد وجولات سفر افتراضية للحياة البرية والأماكن السياحية وفيديو بدرجة 360 درجة. نسخة تجريبية من تطبيق واتساب تسمح للمستخدم بالتراجع عن إرسال رسالة في الدقائق الخمس الأولى في حال لم يراها المستقبل. تويوتا تطور قدماً روبوتية لمساعدة المصابين بالشلل، سيكون جاهزاً للانطلاق بالأسواق بحلول نهاية عام 2017، ويأتي ذلك بعد إطلاق هوندا للجهاز المماثل. مطور لعبة كول أوف ديوتي 2017 يقول إن هذا الإصدار سيكون أضخم مشاريعها في عالم الألعاب على الإطلاق. شركة جوبرو تكشف عن كاميرا فيوجن تلتقط فيديو بدقة تصل إلى 5.2K وبتقنية 360 درجة، ولا تفاصيل عن السعر. تقرير يقول إن جوجل تعمل على إضافة ميزة حظر الإعلانات في متصفح كروم بالهواتف والكمبيوتر خلال الأسابيع القادمة. وأخيراً مع هذه الدراسة الطريفة والتي تقول إن أفضل صورة بروفايل للفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي هي النظر بعيداً عن الكاميرا مع ابتسامة وإظهار الأسنان، بينما الشاب عليه النظر للكاميرا والابتسامة دون إظهار الأسنان. والدراسة لا تنصح الشباب باستخدام فلاتر سناب شات مثل هذه الصورة. تضحك عليه يا أخ، لا افتكرت موضوع كده. لا تنسى دخول مسابقة بيتن، ونترككم مع فيديو طريف لشخص صاحب مزاج عالي يستخدم طائرة بدون طيار لنقله من مكان إلى آخر. نلقاك الأحد القادم.